اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم واجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس. عودناكم دائما طلع عليكم ان شاء الله بالوقت الصباحي، ويوميا احنا بشكل او باخر نتحدث عن امور الناس ونتحدث بامكانيتهم وبوضع ميداني، يعني بمعنى اخر من الواقع، وجاي نسولف عن واقعنا اللي نعيشه احنا كعراقيين، نعيش هذه الظروف، واللي يشوفنا ما يستغرب لانه احنا من هاي الناس، من هالوضع هذا. هاي واحد. اثنين، احنا بالمراكز التجارية المهمة في بغداد دائما نتعنى لها، الجميلة والشورجة وباب الشرجي والكرادة، مجمع مشن اليوم احنا، وسابقا سولفنا عن الوضع اللي بهذا السوق تحديدا او بهذا المجمع. مجمع قديم للإطارات والبطاريات وصار له عمر، ومن ذاك الوقت لليوم الأخوة بالمجمع يحسون أن نفسهم أن عملتهم ووضعهم مختلف بسبب الدولار. هسه قد يكون واحد أنه يقول لك والله الدولار أثر علينا بشكل كبير، الدولار البعض منهم يقولون لا والله الدولار مو يم شغلتنا، والناس ظلت تسولف. فبالتالي من يكون موضوع جدي ونرجع إلى الأصل، فالأصل هو دولار، والتعامل الآن دولار مهما يكون، حتى لو كاتب لك قطعة عراقي بس أنت بضاعتك تنحسب بالدولار. هذه الأيام طبعا أيام زيارة الكاظمية، وأكيد طريق للزائرين على بهذا الاتجاه تحديدا، وكل مناطق جنوب بغداد عندهم هذا المنفذ الوحيد اللي يتوجهون به إلى الكاظمية. فبالتالي دائما تصير الامور ايام الزيارات ايام المناسبات يصير فتور، وهذا طبيعي. لكن خلينا نرجع الى قضيه العمله والتعامل اللي نشوفه الان في قضيه سالفه الدولار. سولفنا هواي بيها ووصلنا الى مستويات كل شويه جبنا طاريهم الروس الكبار واللي يديرون الامور الدولار معروفين. وهسه الله اعلم انه نجهل انه الدوله هي مساعده، المؤسسه يحتاج لها واحد رقيب وخلي الرقيب فوق رقيب، ما اعرف صراحه. عموما لكن الوضع هالشكل من ذاك الوقت لليوم، ماكو شيء منجز في بغداد، والامور بصراحه يوم بعد يوم تصير نشوفها أسوأ، لكن احنا نقول بلكت الله باكر افضل من اليوم ونتامل. عموما في مجمع ميشن وتحديدا في الكرادة، والمنطقة معروفة منطقة تجارية مهمة، سوق تجاري ضخم، موضوع البطاريات والإطارات، الناس تتعنى من المحافظات مسواكم منا، بعض الناس يقول لك والله أنا يعني أجهز على مستوى محافظات، وهذا هو نوعا ما خلق شغل، نوعا ما انطفت فرصة للناس. البعض الآخر يقول لا والله أزمة الدولار أثرت وتعبتنا ووصلتنا إلى مستوى ضاع الربح ويا دوب نطلع إيجاراتنا، وهذا الحكي نسمعه. لكن واقعا من تتجول في وقت وفي سوق تجاري ضخم ضخامة مجمع ميشن، لازم تشوف اكو حركة، لازم اكو في التعامل، اكو في بيع وحركة سوق وشغل. ما متفاجئين، سابقا كنا نتفاجئ نقول والله الشورجة ما بيها شغل مستحيل، لا هسه صار طبيعية. مجمع ميشن ما بيه حركة ممكن هذا يجهز المحافظات بالإطارات والبطاريات، وهذا مستواه، يعني هذا مستوى الناس اللي لاحظهم. سابقا التقينا بهم هوايه وحشينا وياهم هوايه، واهل السوق يعرفون. شلونك عمي حبيبي؟ شو اخبارك؟ قواك الله، شلون عافيتك؟ والله شلونك؟ الله يديمك، اشتاقيكم. طعم والله ودك. الله يديمك، هذا لقاءنا الثاني لو الثالث. الثاني يمكن ما الثالث. يعني
يعطيك صحة والعافية. رحم الله والديك. بارك فيك. رحم الله وعملك. رحم الله والديك. يا رب إن شاء الله صحة وعافية. رحم الله والديك. شلون السوق؟ والله شوف السوق كل شيء ماكو. لا شغل لا عمل كل شيء ماكو. كلام عجب. كلام دورة وقاعدة باوع. لأنه أيام زيارة خافوا. لا قبل الزيارة هم وكلها من زمان والله. لا شغل ولا عمل. شنو تعب؟ بضايع عندنا ماكو لا شغل ولا عمل ما حد يعرف. ما نعرف. قاعدين ساكتين. بس السيارات هواية. السيارات هواية بس بضايع عندنا هواية هذا الولد تعال علاوة. بضاعة الله. السلام عليكم. شلونك الحبيب؟ أبو حسين شلونك؟ شو أخبارك؟ شلون أمورك؟ الله يعزك. الله يديك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يديك. والله احنا كل فترة نمر فيكم العام العام. ونقول بلكة السوق شوية ها يتحسن. والله مو بس احنا. هاي العراق كله نفس الحالة كله. حتى يعني اللي يجي يسوق منا من يمنه ياخذ بضاعة بعد ما يرجع. يقول لك ماكو شغل. كانت المحافظات تاخذ منكم. ايه. هسه وبعد. كان هنا يعني ما شاء الله سالم يمكن 32 سنة. ما شاء الله. ايه. من 94 لهسه. ايه. شغلنا قبل كان خير من الله. ذيك الزمانات يعني خير من الله. بس هسه الوضع كله اختلف. وضعية السوق، وضعية شغلة هاي الدولار ما دولار. ايه أثرت علينا. كنا أثر. كنا قعدنا هسه كلها مو بس احنا. تروح الجميلة، تروح للشورجة، تروح أي سوق يعني كلها. هسه حتى الأشياء اللي يعني هي نقول يوميا نستخدمها استخدام يومي يعني هسه أكل وشرب وهالسوالف. استهلاك هذاك. هناك استهلاك اكثر. تروح الجميله او تروح للشورج يقول لك والله عمي يا دوب استفتح. صح. يضطر هسه شو يسوي؟ قام ياخذون مستعمل. يقول لك اخذ انا تاير ب 10 ب 20 الف يمشيني وعود بعدين الله يدبرها. اي والله اي هسه هي صارت. هسه. مشيت حال. اي والله. زين. قبل انتم شغلكم ابو حسين على الدوائر الحكوميه هم شويه محرك السوق. الحكوميه هي هم يعني تم تشتغلوا وياها مو ما تشتغلوا وياها. بس بعدين ها من يعطيك مثلا يعطيك صك فشي وبعد ما اجاك تشتقبض من عندهم بعد ما يجيك حكومي اي اكو بيم اي والله بعد ما يجيك فقلنا ما نتعامل وثاني شيء ضريبه ما ضريبه اي والله اشتغل هنا على المفرد والمفرد هاي قدامك ما قلت لك اكثر العالم اتجهت للمستعمل زين يا فتره شويه انتعش فيها سوقكم والله اكثر شغل صار قبل بالتسعينات لحد ال 2000 لحد ال 2000 اي لحد ال 2000 وعدك بال 2012 هم السوق كان زين لل 2015 السوق زين وراها لا والله ما بش هسه اللي يشوفك يقول مثلا ابو حسين قديم بالسوق ابو مصلحه ويقول انه عدد السيارات تقاعد اي والله 32 سنه من ال 94 لهسه انت احسب يعني اي والله ابو مصلحه واللي يشوفك يقول مثلا ابو حسين الان يسولف مقارنة بالسيارات مقارنة بالشوارع التعبانة اللي تستهلك الإطارات مقارنة بالوضع المعيشي قاطعك بخير يجيك شنو هسه المعامل قام يجونا هسه أمانة الله هسه كنت قاعد وشوف ذاك يوم جانا واحد قال لي وين محل محمد بابل محمد بابل هذا أبو جملة زين ايش قام يسوون قام يسرون على الفيس على الصفحات هاي المحلات هذا محل انا اظن قرعه خضراء كل شيء ما لان هذا بالجمله قام ابو الجمله انت جمله خير من الله اي تلاحقنا على يبيع واحد اي والله يعني يبيع لك الزوج مثلا ناخذ مثلا خلينا نقول مثلا 30 دولار ها نشرب 30 زين انا ابيع 35 اضيف لك حق للهواء صح ولا لا اي اثرت عليك شلون لعب اي الله يكون بالعون الحمد لله ستر وعافية شو نريد احنا؟ نعمة هذا رزق وان شاء الله يجي يوم الحمد لله اغاتي طيب بارك الله بيك الله يعطيك الصحة والعافية يبارك بيك هذا طبعا الحالة اللي الان نشوفها شوف احنا بغض النظر عن الامور اللي جاي نسولف فيها لكن منطقيا خليني اذكركم بالصناعة العراقية قبل انه كانت اطارات الديوانيه واطارات بابل واعتقد انه اكو بس ما اعتقد انه عدد هوايه اكو ناس تاخذه بس كانت اكو يعني ما كنا بحاجه الى الدولار ما كنا بحاجه الى التعامل ما كنا بحاجه الى انه
هالاموال الضخمه اللي تطلع خارج البلد، هو يعني وعلم الذره اجيب معامل واصنع، مثل ما عندنا مال البطاريات، مصنع البطاريات ما حد ماكو ثقه بالمنتج العراقي، ماكو ثقه يا اخي. هي هاي الكارثه، انه ثقه المواطن بالشيء المحلي ماكو، فتضطر الناس يقول لك اجيب مستورد. فالمستورد يعني بغض النظر عن الامور، لكن الصناعه العراقيه ما يعلى عليها. الحبيب عم شلونك؟ الله يوفقك. شو اخبارك؟ شلون امورك؟ الله يخليك. الله يوفقك. كل تعبان، لا شغل ولا عمل. قالوا لي والله. لا حتى انا مستعمل هنا همك شو؟ هسه ابو المحل يقول عم المستعمل شغل يمشي. المستعمل والجديد ماكو شغل، واقف. نوب السوق يصعد 23، نوب يصير ب 22، نوب يصير 21.5. ما افتهمنا الحكومه شنو وضعيتها. عندكم علاقه بدوله؟ طب استعمل. انا لا السوق يصعد ماكو شغل بعد. والله كل شغل ماكو بعد. ما ادري شنو القصه سالفه. بس اللي ياخذ مستعمل والله هي مشكله يعني. تاير مستعمل ب 20 ب 25 الزود. هيك. في ناس تشتري. ماكو، هاي صار شهرين ثلاثه ماكو شغل. كل بيعه ماكو. الله يكون بالعون. الحمد لله وشكرا. رحم الله والديك. المواكب راح تاثر عليكم لو مواكب خير. مواكب تمشي ما لها علاقه. ما لها علاقه. ما تاثر على السوق. ما لها علاقه، ما تاثر على السوق. لا ما تاثر. هذا ما تعيق شويه الناس لو طبيعي. الحمد لله وشكرا. كل سنه. ما كل سنه هيك ماكو. كل سنه ماكو. الحمد لله وشكرا. مو سم جعفر مان احنا نقول ماكو شغل. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. على الله والديك. الله يبارك فيك. العزيز. قصالك ها؟ قصالك بالمجمع. صار لي تقريبا 20 سنه هيك. اكثر ال 20 سنه وخلصتها كلها بالمستخدم. شغل شو تسوي؟ المستخدم لو بالمستخدم والله ماكو شغل. وين اروح عند مواطن 20 سنه تبيع تيارات مستخدم؟ ابيع تيارات مستعمله والله. صار لي من قديم انا هنا بالمجمع. صح ولا ما؟ الله والديك يبارك فيك. سلمك حبيبي. الله يخليك غالي. بارك الله فيك. الله يعطيك صحه ولا. استاذ احمد الغالي الحبيب شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحة؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ شو اخبارك؟ زين. صح والله. نعمه. الله يرحمكم انتم. صحه وعافيه. اخبار خير وبركه ان شاء الله. تدوم الخير من ذاك يوم جيتنا. بركاتك تسمعني. على السلامه. اليوم مكمليها من 2019. لا يا ابني هاي الاجبات طلعت ثلاثه. هاي 2019 من جيتنا هناك وقلت ناس من ناس هني على المطلع لك الاوراق مال الرعايه ولحد الان ماكوش. شرفك. اي والله ماكوش. اول رجعت راجعت هسه من ساعه قبل شوي خبرت المدير. قال دز لي الاسم الثلاثه. دزيت الاسم الثلاثه نفس الحاله. شو يطلع لك من تسوي بحث عنه؟ شو يطلع؟ رحت الحاسبه قال لي اسمك طالع وكامل، بس هالاسبوع انتظر الوجبه تطلع. والله كريم. يعني الوجبه السابعه. السابعه الثامنه التاسعه ما نعرف. لا هي الوجبه السابعه هسه كل الامور على اساس قبل اسبوع. هسه راح يعني هالاسبوع. الله يكرمك. اذا عندك رقم تواصل وياه. هو المدير من ساعه خبرته. اتواصل وياي. شوف لك انا الاستاذ. بركة الله. استاذ ما يقصر. يبارك. قادم. ونفس رقمك الاثير له ياهم. نفسه نفسه. دز رساله وخالد. الله يحفظك استاذ. ما تقصر. رحمة الله عليكم. الله يسلمكم. يا طيبين. بارك الله فيكم حبيبي. الله يديمه. الله يساعدهم. هذه شبابنا يعني. احنا انا دائما اقولها والله. من نشوف شبابنا يشتغلون وعندهم امكانيه يريدون يشتغلون ويريدون يعيشون ياكلون خبزه حلال، احنا نفرح ونشجعهم ونشد على ايدهم. صح الظرف، الظرف صعب. السلام عليكم. صح الظرف صعب وامكانيتهم هم محدوده، ويعني ابو السوق يعرف اللي عنده شغل وعنده محل وعارف الوضع شنو. حاسب ايجاراته وحاسب انه قانون الايجار هم ما موجود عندنا. ابو الملك بكيفه يعني، وابو المولد بكيفه، وكلها بكيفه. فيجي على ابسط الاشياء ممكن باكر طخ عده ابو الملك يصعد من 100 الى 400 عادي. ولو شيل غراضك، هذه ابسط الاشياء. وهذا موجوده يعني، ما اقصد لكم فقط في مجمع مشي، لا بكل الاماكن. خصوصا انه هذا القطاع لابد انه يكون له دعم. مهم جدا انه تكون منصف وتكون عندك إدارة صحيحة وعندك قانون، القانون يكون نافذ على الجميع. القانون مو فقط جهة دون أخرى، لا، الجميع يخضع للقانون المفروض. وهذه قوانين اللي تخص الناس بشكل مباشر
للاسف انه ما حد يكثف جهوده عليها، ما حد يدير لها بال للاسف، لكن المواضيع اللي تخص جهات وتخص ناس لا تتغير، الموقف يتغير، وبالتالي انه هذه التغيرات اللي تصير مشكله تسبب لنا مشكله، هي نقول عليها الثقه، انعدام الثقه بين الناس والمؤسسات، هي بدايتها من هذا الشكل، يعني بدايتها من هذه الخطوات اللي هي تخص الناس. فبالتالي شلونك كابتن؟ شخبارك حب؟ ورده. هذه الصور سبق احنا والتقينا بمواطنين الأحبة في هذا المكان وغير أماكن، ويوميا مستمرين وياهم. فبالتالي انه بصراحة وضعهم كل المصالح متضررة، كل المصالح هي عايشة في وضع السبات الآن. الله يساعدك، شلونك حبيبي؟ شو أخباركم؟ قواكم الله، شلون الصحة؟ يا ابو بالمجمع واليوم جوله عندنا، اريد نشوف وضعكم، شغلكم شلون؟ والله شغل خير الحمد لله، ماشي خير ان شاء الله. الله يخليك، الله يحفظك. قديم جديد؟ لا قديم الحمد لله. وشكرا. صار له هنا حوالي بالمنطقه حوالي 20 سنه. 20 سنه. شلون كان سوقه؟ والله بتعرف بالفتره بال 2007 و 2006 كانت الامور تعبانه، انفجارات والوضعيه تعبانه، لكن هسه الحمد لله وشكل الامور صارت زينه وامان وتمشي على طولك، والحمد لله كل من ماكل رزقه خير من الله. الحمد لله. يعطيكم الصحه والعافيه للجميع ان شاء الله. بارك الله يخليك. حم الله. شنو اللي صار بالله ذا؟ انت صار لك 20 سنه بالمنطقه، شنو اللي صار بيها جديد؟ اكو شيء انبنى بيها؟ تطورت؟ لو احنا هسه احنا التطوير وهالسوالف هاي ما ندورها، المهم وفروا لنا الامان، هذا الامان فوق اهم شيء، الامان، الانسان يمشي مأمن على نفسه وعلى عائلته، هاي الامور بسيطه كلها تجي. الحمد لله. الاعمار يجي، التصليح يجي، زين تتحسن الاوضاع، يعني شلون ما تعاين لها احسن من قبل. زين؟ اكو فرق؟ طبعا اكو فرق، شلون ماكو فرق؟ يعني تجيب هاي الوقت مثل الوقت السابق؟ كان ما تقدر تطلع للبيت، انت ما تشاهد وتطلع، ما تعرف ترجع له لك وما ترجع. هسه تجي تمشي على طولك تفتح وتاكل، كل من ياكل رزق والعالم عايش الحمد لله وشكر، الفقير والقني كلهم عايشين الحمد لله. الحمد لله. المحافظات قبل مسواكهم منا هسه وبعد منا، هسه هم يجون منا، نعم الاغلبيه يجون منا. وصارت لا ابو المحافظات يحط فليساته بجيبه وزرق للصين. اي لا هاي موجوده، راح التركي. هاي حسب امكانيه الشخص، اكو انسان عنده امكانيه تسمح له انه يسافر للصين يجيب البضاعه او التركيا او الغير مكان، وكلها امكانيته ما تسمح له. لا هي ما تاثر، تعرف ليش ما تاثر؟ لان بالنسبه لذول التجار كل من عنده اختصاصه يروح يجيبه. اي فما اصور زين، وبالعكس ما تكثر البضاعه بالسوق تقل سعرها، يعني يصير موجوده متفرغه يم فلان ويم فلان ويم فلان، بس اذا تنحصر يم شخص واحد راح تصير غاليه وما موجوده الشح. وهي هم تنفرض عليك اسعار؟ لا ما تنفرض، انت تجيب الحاجه تصرف لك وتفيدك، اذا ما صرفت انا شكو بها ما اجيبها. زين هسه اللي ماشي يقول لك والله احنا نجيب اردع الاشياء. او درجه ثانيه او درجه ثالثه. أو هاي حسب التاجر، اكو تاجر يعني يجيب الحاجه الزينه، واكو تاجر يجيب الوسطانيه، واكو تجار يجيب الحاجه الرديئه، فكل من حسب شلون يقول حسب تنضرب المصلحه. الماء لا مو هي مو تنضرب، هو اللي يجيك يجيك يعرف الحاجه الزينه. يعني هسه صار ابو من؟ ابو يوسف. ابو يوسف هسه صارت والله ما نعرف. ما نعرف الاصلي من العادي من الاصلي. يبقى التاجر يبقى هو ضميره، يعني صحيح هسه الحاج يجيب لك اياها كوبي نفس البضاعه نفس الشكل مستنسخه، بس تبقى الانسان ما يبيع ضميره، هم عنده ضمير ويخاف الله، اللي يخاف الله واللي عنده ضمير يقول لك يا ابو هذا. ليش ما نقول الرقابه لازم تكون موجوده والجوده؟ طبعا هاي من زمان، بس احنا وضعنا هسه والبلد مالنا ما بها، ما موجوده، لا موجوده رقابه ولا موجود اي شيء، ما نهائيا ما موجوده. يعني يجيك هسه مثلا رقابه يجي كذا البضاعه هاي يقراها مثلا هي صينيه ومكتوب عليها يو اس اي امريكي، يجي حاسبه ماكو. ماكو. ولا مثلا هي صينيه ويكتب عليها تركي، ماكو شيء. زين؟ ما هاي ما موجوده عندنا. ابو يوسف انا جدا ممتع. اغاتي مرحبا، شرفتني. حياتي وسلامة. للجميع. الله يبارك. الله يخليك عزيزي. ورده بارك الله فيكم. خلينا ندخل بهذا الفرع
وبصراحة أبو يوسف يعني لا عاشت لك أبو يوسف عاشت لك عاشت لك أبو يوسف. هذه طبعا الأخوة طبعا أصحاب المحال يعني مهما يكون وضعهم يختلف يعني من يكون من تكون البضاعة على قدر مسؤولية وبيها مضمون ومضمونة هنا لا يخلق لك سوق يصنع لك اسم يصنع لك فد وضع ممكن حتى ما تكون محرج به. السلام عليكم شلونك حب شو اخبارك شلون امور جينا غفل شلونك شو اخبارك الله يعزك ان شاء الله زين رحم الله والديك انا محمد حمودي يعني الماشي ابو جاسم الله يسلمك الله يديمك الله يحفظك شلونك حمودي على الله شلون شغلكم هنا المنطقة المجمع شلون وضعه والله الحمد لله والشكر يعني الشغل شنو وضعه يمكم والله هو هسه موسم شتاء يعني عامة الشغل يوقف بالشتاء هذا موسم يعني حاسبين اي حاسبين حسابي تعرفون اي طبعا زين المواسم اللي بيها شغل تحس انكو بيها اختلاف بالسوق الشراء وبيع اي فرق طبعا عن الصيف يعني اي هو الصيف هو الشغل شغلنا بالصيف احنا زين اختصاصك احنا مولدات ومواد زراعيه فورغسن المواد الزراعيه خلينا اول بدايه على الزراعه وبعدين اكو هسه زراعه لو ماكو برايك يجونكم هنا ناس فلح يسولفون لا مو هسه فلاح ينتظر الزرع زين لحد ما يعلى يعني اكو ناس زارعه اي طبعا هو موجود طبعا اي عليكم السلام ومولدات مولدات لا بالشتاء ماكو مولدات ما هو شكله اي بس بالصيف الشتاء بصير اكثر يعني زينه موفقين اجمعين رحم الله والديك كملت دراستك حمودي لا والله اي والله ابد والد. ها طلعت قاعد ثالث متوسط و تقاعدت اي ما عبرته هاي شغله زينه اه الحمد لله استقر بيها الحمد لله الحمد لله لك الله يسلمك بارك فيك حمودي ورده طيب يا حبيبي دايم جدا ممتن يا طيب الحبيب هذه اللقطات طبعا وهذه الصور اللي تلاحظوها من مجمع الكرادة تحديدا مجمع ميشن واحد من المجمعات التجارية الضخمة اللي بها حركة عمل كانت في وقت سابق الآن لا اختلفت الله يساعدك الحبيب شلون اخوي شو اخبارك تفتيحة تعزيلة وقت راحة شلونك الله يحفظك الله يبارك فيك شلون عافيتك الله يحفظك والله قلنا اليوم على المجمع نريد نشوف شكم على راسي نشرف بكم شلون وضعكم والله الحمد لله الحمد لله شو شيء السوق واقف يمكن كل الاوضاع العراق كله يعني كل ايه. الوضع راقي ايه. الحمد لله وش الحمد لله على كل ايش قصار لك هنا بالمنطقه صار لنا حوالي 30 سنه ما شاء الله اي ايه الحمد لله القدامى على يعني اقل شيء عندهم ناس زبائن يجونهم هسه الجديد شلون؟ والله الجديد هو بعد تعرف الرزق على الله سبحانه وتعالى بالدرجه الاولى. اثنين هو اللي يجيب غراض مثلا يفتقر له السوق هو بعد يحصل ان شاء الله زبون. زين. الزبون مالتنا صعب لو سهل؟ لا زين. العراقيين كرماء. كرماء بس ايه. اذا هي الحاجه تفرض. اي الحاجه لا ناس انت شلون كاتب لنا تعامل بالدولار ايه. بالعراقي فقط هذه شويه تنطي فد رساله للناس انه ترى تعاملنا اي تعاملنا فقط بالعراقي فقط بالعراقي بدون دولار زين ما هي مو هي البضاعه دولار يعني اصلا ايش تسوي بعد انت هنا راح يصير مأزق اي والله مأزق وجاي اشوف انت الاوضاع الله يحفظك الله يبارك فيك على راسك كلها استريحوا الله يحفظك جدا ممتن حبيبي الحبيب شلونك؟ هلا كابتن شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله زين شلون امورك؟ مرتاح ان شاء الله شلونك يعني؟ هنا اخوي شلونك؟ ما عرفتني؟ ذكرتك والله العظيم الحمد لله الحمد لله شلون وضعك؟ والله الحمد لله كيف صار لك هنا؟ والله هواي من 2009 ويا جماعة اي ويا من 2009 اه قديم اي لما جيت بالكرادة وطلعنا الحمد لله شلون والله الحمد لله بخير حمود شلون والله بخير سلمنا عليه هو ان شاء الله يوصل الله يديمه ان شاء الله نروح له بالمنصور هسه هو محله تحيات ورده قلبي الله يديمك هذه الصور
واغلب اغلب الناس اللي نشوفهم الان الله يساعدهم شباب. اعطاك الباص مو محمد. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون امورك؟ شلونك مرتاح ان شاء الله؟ الله يخليك. شلون المجمع وياك؟ والله بخير الحمد لله. وشلونكم؟ شلونكم ويا المجمع؟ اثنين تعبانين. اثنينكم؟ ان شاء الله خير وبركه. الحمد لله وشكرا. والله قلنا خلينا نشوف المجمع هالايام شلون وضع لانه نجيب بين فتره وفتره بصراحه. لان من السولف على المجمع مش مثلا تقول جمله الجمله والناس تتعنى المحافظات بغداد ثقل بغداد على المجمع والله شيء اقول لك انه اسعارهم مختلف لكن الان تنصدم انه تتجول ماك بالضبط هو هذا يعني هذا وضعنا هشطار يعني صار لكم على هالحال والله هو تعرف الدولار مؤثر والوضعيه كلها مؤثره يعني الاساس شنو التاثير والله كل شيء هو الوضع تغير الشارع تغير مو مثل قبل كل شيء كثرة المحلات هم سبب فد ركود أكيد أكيد طبعا طبعا شيء أكيد يعني مجمع كان يعني وسط بغداد والناس تتعنى هم تصلح وهم تبدل غراضها وأشياءها اللي محتاجتها السيارات هسه لا يقول لك والله التاجر صار بكل مكان أبو المحافظة بمحافظة بالضبط هذا هم اثر على السوق لو ما له علاقه كل واحد علاقه كل واحد بشغله ومعامله مثل ما نقول اي نعم معاملكم يجون طبعا شيء اكيد بس هو هات عليه ركود عام يعني بالسوق خلينا نقول اختصاصكم شنو احنا مكان زراعيه يعني قبل شوي سالت محمد قلت له اكو زراعه قال يعني انا اقصد بالزراعه اكو ناس جاي تاخذ منكم يعني الشغلات اللي تخص هي كزراعه صراحه ميته يعني تروح المحافظاتنا خاصه الجنوبيه تشوفها مي ماكو هذا كل يعانون من فقد المي يعني انت تسولفون مي ولا اعتمادنا على المي وعلى السقف اذا ماكو مي احنا قاعدين طبعا يعني انتم اعتمادكم على الفلاح طبعا شيء اكيد فلاح زرع اكيد تجي طبعا السواق يجي ياخذ شغلاته زين ويتماستم مباشر مع الفلاح هم يسولف لكم عن وضعه عن والله الفلاح هم وضعه تعب بسبب الاستيراد من الدوله الجاره اللي كنا نعاني من عندها بالحالتين كنا مضرين طبعا هو الاقتصاد بالعالم ينهض من الفلاح اذا الفلاح اشتغل انا راح اشتغل اذا انا اشتغلت او الملابس راح يشتغل ابو التاكسي راح يشتغل فالاقتصاد ينهض من الفلاح لا احنا واصل مرحله انه يقول لك والله ما اقدر بالضبط ما يقاوم الوضع اللي هو صحيح الله يكون بالعون الحمد لله والشكر حبيب ورد انا ادعو بس لقابي ابن عمي لان هو راد ابن عمك تعال ابن عمك شد لها بعد وين اللزمه تحيات لك ورده ورده حبيبه الله يبارك فيك الاخوه يعني والله حتى مخلصين الضحك يعني سوالف واحد يسولف على الثاني حتى يعني المحال التجارية الضخمة حجينا شلونك عمي؟ يحفظك شو اخبارك يا طيب؟ شلونهم وياك بالتعامل زينين؟ يا الله الحمد لله جيد هذه اللقطات وهذه الصور طبعا تشوف المنطقة يعني تحسسك انه بصراحة مهجورة لانه الناس اللي ماكو يعني نشوف على عمق 50 متر ماكو احد بس اصحاب المحال وحتى اصحاب المحال هم كل من قاعد في مكانه وكل من مستقر في وضعه يعني خلينا ندخل الجراجات اللي موجوده السلام عليكم شلونك حبيبي عمي شو اخبارك ان شاء الله زين الله يوديك شلون امورك الحمد لله جواك الله جوا حيلك ما تعبان ان شاء الله الله يوديك الحمد لله غفل جيناكم من الظهر شلون امورك الله يسلمك يا ايدي معك الله يحفظك الله يوديك شلون شغلك الحمد لله ماشي صحة وعافية إن شاء الله اللهم ربي يعافيك قديم جديد أنا لا قديم والله هنا صار لك هو صار لي بالثلاثين سنة ما شاء الله أيوة يعني تسعينات أي 93 نفس المكان هذا أي والله شوية طورت شوية كبرت المكان هي نفس حالتي نفس الحالة الحمد لله عليك الحمد لله والشكر قناعة الرزق أهم شيء اللهم لك الحمد والشكر يا الله الحمد لله على كل حال الحمد لله ما حد ياكل خبزته حلال خبزته بسيطه من تعب احسنت تسوى الدنيا الله يوديك الحمد لله عليك
هاي وحدة. اثنين أرد تتذكر المنطقة ووضعها؟ أكيد الصورة ببالك. أنا أقول لك سابقا كانت أكثرهم حدادين بوب وشبابيك وكذا. والله إيه هاي بالتسعينات. تسعينات ودون كانت أغلب المحلات للحدادة. بعدين ورا التسعينات يعني ورا 94-95 بدأت شوي شوي محل يجي أدوات احتياطية. والله من صارت الكهرباء تعرف وضعها شلون صار، تخربط وضع الكهرباء، التجوا من مولدات مكان زراعية ومولدات إلى أن شيء فشيء شوي شوي قامت تجي محلات تبدأ. إلى أن تكامت المنطقة صارت كلها اختصاص مكاين وأدوات مال المولدات. يعني كانت المنطقة معروفة يعني حدادين. حدادين خصوصا هاي بالحرب، حرب الإيرانية كانت كلها ملاجئ حديد وكذا ماشيينهم. والله تانكيات عليها. أنا جيت هستوى تقريبا دا تتحول المنطقة من عمل إلى عمل ثاني. منو من القدامى بعدهم هنا موجودين نفس مكانهم نفس الشغل؟ كم محلك بقوا ذولي هسه مثلا جو ذول الشمرية إخوان ثلاثة أربعة هم نفس شغلهم القديم نفسه. واحد أبو غزوان هم نفس الشيء، هم كان يشتغل مكاين عنتر ولا يزال نفس شغلته. 71 و70 80 حد الآن بعدي بعدهم موجودين نفسهم ونفس ما غيره. كانت الصناعة قبل حتى الدول ما تفكر بموضوع تجاري، تفكر تصنع صناعتها درجة أولى. بالضبط من تصنع هسه تسولف لي عن ماكينة العنتر 71 لحد اليوم جات بقت تخدم بالخمسين سنة، أكثر من 50 سنة وهي بعد لحد الآن. أنا أقول لك إذا يريد يبدل بيها مثلا قطع غيار بس تبقى تشتغل لحد الآن تشتغل. إجا هسه المستورد إجا عندك هواي مكاين يعني هواي إيه إجت الفورغسين إجت الهوندا النيو هولاند إجت هواي كم مكان إجت بس مو بكفاءة العنتر. العنتر الأصلي تشيكي تشيكي هو بتشي مو روسي. لا لا تشيكي والله. واكو كان عندنا انتاج هم مال اسكندريه هنا يعني كان عندنا يصنع تشوف اشياء تصنع هنا كانت ذاك الوقت كانت موجوده مطابقه نفس التشيكي تقريبا. والله كفاءه نفس الكفاءه يعني. وكان الفلاح يجي يشكي من عندها يعني يجي وين وين الله يجيك اخذ له قطعه مثلا قطع غيار. بس هنا الصناعه العراقيه وين هسه؟ مع الاسف مع الاسف يعني تقريبا اندثرت كل الصناعات. كان التاير التاير بابل ديواني ديواني مضروب بالمثل كان ماكو هسه. لا ما موجود هسه كله صيني ماليزي اندونيسي تجاري. جيب الذبح السوق هذا شو يصير؟ استهلاك واحنا بلد استهلاكي بالنسبه للاطارات مصيبه. ليش؟ لانه عدد سيارات هوايه واستهلاك بشكل فظيع يعني. الحمد لله على كل حال. الحمد لله بارك فيك. اللهم ربي يبارك بكم صحة والعافية. ممنون يا قلبي. انا سعيد جدا الله الله يسعدك ان شاء الله حبيبي قلبي. ممنون. خلي اسالك للجماعه القدامى بعد الاخوان هنا قدامى مو الحبيب. والله ذكرنا بال السلام عليكم حبيب. ذكرنا بالمواضيع القديمه كانت تصنع يعني صدق. الله يساعدهم قواكم الله. شلونكم عمي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين قواكم الله. شلونك عمي حبيب؟ شلونكم زينين؟ شلون اموركم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ الحمد لله صحه وعافيه. خليك يبارك فيك ويسلمك عبد. نشوفكم دائما ان شاء الله بخير وبركه. الله يبارك فيك. بيك البركه. الله يخليك بيك البركه ان شاء الله رحمه. قالونا من القدامى بعد. الله يسلمك. على المهنه وماشي الحال الحمد لله. الحمد لله. شلون السوق حاليا؟ شلون وضعكم؟ شغلكم شلون؟ غير بعد الاولي المستورد هسه صار موجود شد وروح جيب القطعه كامله وشد وروح. هي استاذ عزيز هي الظروف تاثرت بالسعود الدولار هاي درجه اولى صراحه. والشغل مو مثل قبل. ليش مو مثل قبل؟ وتدري شلون استاذ عزيز قبل احنا مصالحنا على بيتريه. قبل حاجه يعني ماكو ما موجوده يعني استيراد ماكو قبل يعني شغله ترهيم غيره غيره نقص ونسوي يعني نقدر نشتغل بنصنعها هنا عافيه يعني محلي يصير. هسه صارت لا صيني محركات غيره غيره. احنا خاصه احنا يعني في تريد احكي لك في تريه او بالرايمر او الكوارات هذول المهن هاي شغلتنا يعني صارت ضعيفه بهذا.
يعني خلينا نقول المصلحه انضربت هسه. بالضبط بالضبط. احنا قبل كنا سال عزيز كنا نطلع بال يعني بالشهر نطلع فد 6 محركات تجفيت، هسه بالثلاث اشهر ماكينتين او ماكينه. والله هذا كلام مو بس يمي طبعا بالمناسبه يمي الجميع، هسه حتى الفيتريات مال سيارات فيتر مال سياره يعني ما يجفت هسه، يقول لك روح جيب ماكينه وتعال. يجيب طابوقه وشدوه. اي طابوقه وشدوه. اكيد انت عندك سياره. اي لا هي لا هسه صارت ماشيه. مو نازل بالسوق وتعرفها. ماشيه لا صارت ماشيه، جيب طابوقه وشدوه الله ومحمد مو صح؟ يعني هو طبعا بالمناسبه هو زين للمستهلك. وبعض الاحيان لا والله مو زين للمستهلك. لان انت المستهلك ما يعرف هاي ايش بيها، شدها وتاخذها شهر ونقطتك عمرها مو بيها هيك وبيها هيك. بيها ممكن كلامك مضبوط. ولا تنسى اكو بعض الغش. يعني قال لك هذا مستورد هي مو صحيح، هي نزله من سياره من العراق. مشتغلينها هنا. عافيه. استاذ كان شيء اسمه دوله. دوله قانون. يحمينا كان. شركه صناعه السيارات. شركه صناعه السيارات. زين قطع الغيار كان تجي من ارقى المناشئ. عليها رقابه. عليها ناس تطلع تشيك الحاجه هي بعد بالقمرق. مو كيفك تجيب وتجي. رحم الله على والديك. الدولة كانت تذبها بالمخازن وعدة وكلاء بالعراق تنطل للوكلاء والوكلاء ياخذون ينطون للمستهلكين. زين هذا راح، هذا الشيء راح صار. هسه اذا جاء لك واحد منا من الشارع عنده مبلغ من المال يطلع للصين يجيب اغراض يجي. ماكو شيء اسمه بعد تاجر كبير صغير ماكو. قبل شوي قلتها انا هاي الحكايه قلتها انه حط فلساتك بجيبك وروح لاي بلد، تروح للصين تروح لتركيا تروح. هذا التواصل الاجتماعي. اي بلد تروح؟ قبل شوية كنت احكي ويا تايلند ويا كوريا. زين. واني هنا على قطع غيار انا هذا جايبه من تايلند. زين. وهذا الصندوق مالته جاني محركين من تايلند واني هنا لا رحت ولا جيت، بس هذا ماركه يابانيه طبعا. زين. اللي جبتها انا. زين. نفسها اللي جابوها من الصين ماركه صينيه نفسه، بس انا اعرفه هذا صيني بس ابو المصلحه. انا ابو مصلحه. انت والله تنغش. ها تنغش ضميره ممكن ضميره انسان ضمير بعد ضمير اللي يبيع طبعا يعني. طبعا ضمير اللي يبيع. زين شلون اضمن الضمير؟ هذه مشكله. ها واحد يضمن علم ضمير لازم بيعلم ضمير. مو قلت لك انا ضربت المصالح بعد. اكو اسماء بالسوق بيت فلان وفلان وفلان ذولا ابا عن جد 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 هم يشتغلون بهالمصلحه. واكو واحد سمعتهم طبعا. لا شلون بقى بهالمصلحه لو مو جده وجد جده باقين بهاي المصلحه وهاي سمعتهم ما يبقى. واكو ناس اول بارحه فتحت مبلغ من المال حطه بجيبه طلع على الصين جاب غراض واجى سوى نفسه تاجر. جبت هذا شاي. اي طبعا طبعا دايم دايم. لا احنا نكمل ونشرب يم الاخ. والله احنا بصراحه اولا نفرح من نشوفكم تشتغلون. الله يبارك. والقدامة يعني انت اكبر مني عمرا. زين وهم بهالمصلحه وتعرفون. تمام. قبل كانوا التورنسيه. تمام. كنا نجيب المحركات من الناصريه تجي المحركات. صعب. زين ويشتغلونها هنا الجماعه يسوون لك محرك يعطيك بيه جارنتي يقول لك هذا روح 5 سنوات مضبوط. 4 سنوات 10 سنوات 10 سنوات قبل كانت صدقنا هسه تجفيت. قلت لك انا قطع الغيار اصليه. لا القطع غيار بس الرايمر والكورات والولفات تروح لابو الكورات لابو الرايمر يكملها وانا اجي كابو ميكانيك اشد الغراض الكوري والياباني والامريكي والانجليزي. هاي كانت تجينا دول سموك صيني فقط غير الصيني اللي تحكي لي. اكو تركي يعني هاي شوي اهون ما تجيبه ويل انجليزي طبعا تجيبه طبعا. لا استاذي لا انا قبل شوي ذكرنا الماكينه عنتر ال 71 هذه الشركه العامه موجوده بالاسكندريه بزمن ذاك الزمان صدام حسين جاب الشركه كلها وقال انطاها ارض قال تعال ياخذ الارض استلم افتح مصانعك افتح معامل طلع العنتر. بعدين اخر شيء والله كان بهذا المحل عندي سكراب مال عنتر ومو سكراب وانا في الشغلات ما تمشي. جت الشركه العامه طلعت لجنه اخذوا مني الهوزنات مال التايرات. زين. لما من السوق حوالي 6000 هوزن. زين. هذا انا كنت اذبه. الشركه استفادت منه. طلع عم تركتر اسم النداء، النداء القائد. ذاك هو ده يشتغل لهذا اليوم. اي.
ماكينه وجير، ماكينه وجير جابوها من تشيكوسلوفاكيا من التشيك، والغراض الخارجيه لموها من السوق اللي احنا مستهلكين مني ومنك ومن هذا ومن هذا ومن البصره ومن الموصل. صارت تراكتر طلعت يسموها تراكتر النداء، ولا هو اسمه زيتور تشيكي، احنا نسميه عنتر، بمصر يسموه الجدع، بليبيا يسموه السبع لان على قوه ماله. وهذا اللي مشفن قدامك محرك العنتر، شوف شلون ميت، هذا محرك عنتر باوع راح للزمان راح. اي بس هذا اشتغل اقل شيء فد 40 سنه، 40 سنه هذا اشتغل، وهسه لو اعيد اشغله انه بيشتغل 40 سنه رقابه واكو هواي شغلات. هاني الممنون، هاني الممنون. احنا يمكن اول قناه تدخل هذا المكان مو؟ ان شاء الله. ان شاء الله خير وبركه. تحيات جدا ممتن، جدا ممتن. قناه زاغروس واحد من الناس، وهسه احنا نكمل ونجيكم نسولف وياكم. ها هسه نرجع نشرب وياكم شاي. هذه هاي يعني شوف الذكريات اللي هاي العنتر ال 71 شوف. لا هاي مو ما ادري والله، موديلات صارت هوايه ووضع كلش يعني وبصراحه يألم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك الحبيب؟ قواكم الله. شلون صحة؟ شلون امورك؟ الله يا ابي الله يديمك. انا سلام. شلون وضعكم؟ على راسي. شلون شغل؟ الحمد لله على كل حال. على كل حال الحمد لله. شكرا. انتم سالمين؟ يحفظك الله يسلمك. صحة وعافيه. الله يبارك فيك ان شاء الله. احنا يقول اذن اهم شيء. اي نعم. كلنا نسال. الحمد لله. لا شكر. قلنا والله خلينا نمر اليوم على المجمع. اي نعم. وتحديدا على الله يديمك، وتحديدا على اهل المهن مصالح. نعم. انا قبل شوي سولفت ويا الاخوان. نعم. المصالح تقريبا انضربت. نعم. دخل الصيني ودخل المستورد عليها بشكل عام. نعم. ووضع الناس تغير مو الاول، امكانيه الناس هم صارت محدوده، ينجبر يروح على الشغل النص. نعم. استاو. نعم. ما يروح للاصليه لان الاصليه غاليه، ويعني يفكر بها. نعم. الان انتم تحسون نفسكم المصلحه نفسها انضربت، تحسون وضع الناس هو اختلف، لو الامور هي كلها تشابك. الحقيقه احنا مصلحتنا، انا بالنسبه لي هسه رجال فيتر، فيتر مال معدات زراعيه، يعني مكاين زراعيه. احنا اعتمادنا على الله وعلى الفلاح. احنا شغلنا بالزراعي، الات الزراعيه. لما نشتغل بهاي الالات نيجي الفلاح، فلاح يعني يكون هو عنده مال، عنده مصدر، عنده مصدر لما يزرع يحصد، يصير عنده مادة، يجي يصلح، يجي يشتري، يجي يعمر، يجي كل شيء يسوي. لكن احنا هسه اليوم الفلاح هو تعبان. يجيك تعبان؟ الفلاح تعبان، يعني هسه اكثر الناس عافت حتى قياعينها بعد ما حد يزرع. فاحنا شغلنا يتعب. لأن هو الفلاح اليوم يشغل الصناعة ويشغل الأمة كلها يشغلها. فإحنا اعتمادنا على الله وعلى الفلاح. يعني إحنا هسه هذا الجراج، هاي القيصرية اللي نشوفها أغلبيتهم كلهم على المكاين الزراعية. والقدام أنا بالنسبة صار لي 28 سنة بهذا المحل. يعني كنا قبل بس بيوم الجمعة ما نفتح. هسه صارت الأيام كلها عندنا جمعة. يعني نقول الحمد لله بعض الأمور أكون مرات يعني تجيك شغلات، بس مو مثل قبل. يعني الفلاح هسه انتهى، واحنا شغلنا على الفلاح. المصلحه هي بصوره عامه كلها انتهت، الحداد، الفيتر، التورنتشي، الغيره كلها، حتى بالتاكسي يشتكي من تعبتها الماده. يعني لو تعبتها ماكو فد رقابه معينه، ماكو فد دعم معين. هسه لو الفلاح متمكن، طبعا خلينا نتذكر الفلاح سابقا. الفلاح كان سابقا اول ما ينزل محصوله، نعم، يروح للسايلو ينطل الحنطه او الشعير، نعم، يقدر ياخذ له حاصوده، رحم الله، يقدر ياخذ له بيكم سياره بيكم، يعيد النوب، يعمر اليات، ايه، او يقدر ياخذ له دركتر من هذا الزين، نعم، يطور نفسه. هسه هو اللي عنده القديمات وقاعدات، يعني ما دا يشتغلن، يعني هسه معدات الفلاح اغلبيتهم هسه قاعدين. هسه اليوم جو علي اثنين، احنا ما متوعدين انا وياك اليوم، الله وكيلك، هم اصدقائي قدامه اليوم جوي عرضوا مكاينهم، قالوا ابو مروه اذا احد يجي يمك يريد ماكينه احنا نبيع. قلت له يابا شلون تستغني عن الماكينه انت؟ انتوا قاعدين بمنطقه ريفيه وهذا. قال يعني اذا القاع لا مي عندنا، لا الدوله تدعمنا بمواد،
لا بكيمياوي لا بغيره. الأسمدة. الأسمدة. بيداء. يعني البير ما يسمحوا له يحفر بير. يعني هاي كلها خطيئة تأذى. فإحنا يعني طبعًا هذا رزقي عليه ورزقه هو على على غيره ورزق ذاك رزق ناس على ناس والكل بالله مو هذا الحكي. فهاي وضعنا هيك صار. للأسف. وإحنا ما نقدر هسه نعوف مصلحتنا ما نقدر يعني صار لنا سنين بيها. شلون تعطون مصلحتك تروح تشتغل تاكسي هم أبو التاكسي قام يشتكي. شو تبيع؟ تبيع فلافل هم أبو الفلافل هسه قاعد خطيه. كله قاعد. المصالح كله قاعد. رحم الله والدي. ماكو شيء تقول أنا. هسه اللي حتى اللي يريد يفكر له مشروع هسه يريد يفتح شاب ومتخرج ويريد يفتح يريد ينطلق بنفسه لا. لأن التعيين ما يحصل ومعروفة صارت وحتى صارت مملة نجيب التعيين والطاري. والله كانت مصلحتنا نتقارن نتقارن ويا فريق ركن ونتقارن ويا الدكتور ونتقارن ويا يعني حد كانت هيك المصلحة كانت لها قيمة بس للأسف المصلحة ما ظلت لها قيمة والحمد لله والشكر على كل حال ونشرف بجيتكم الله يعطيك الصحة ونشحن من الله إن شاء الله الستر لنا ولكم إن شاء الله بلكي للجميع الأيام الجاية بلكي الله إحنا أمنيتنا والله أمنيتنا أولا بلدنا بناس العقول وبلدنا بناس متمكنة تريد تشتغل زين وبناس تريد هم تزرع تريد بس هي مشكلة إنه المواضيع ما جاية تجي بالسهل أي والله مو سهل إحنا هي كلها سببها حكومتنا يعني ما نقدر نقول غير شيء مع الأسف يعني لو يصدون على الفلاح يدعمون الفلاح الناس اللي تفتهم أنطيها وظايف أنطيها مكانتها أنطيها يعني كل واحد خليه بمكانه ليش أنا أجيب واحد مو مكانه خليه بمكان غيره اللي هو ما يقدر عليه وحمل مسؤولية يعني إحنا شنو هسه والله إيش صارت عندنا شحة مياه أكو دول إذا صارت عندها شحة مياه أكو عندها بدائل إحنا أي بدائل اللي عندنا ما عندنا أي بدائل من ذاك الوقت الدنيا خطيئة يطلع الفلاح يقوم يهلهل وإذا ما مطرت الدنيا يقوم يلطم لأن هذا بعد شيء اللي يسوي حتى لو وصل لمرحلة أنه منتوج تمام ودرجة أولى خلينا نقول درجة ثانية مو أولى كلش حسب استطاعته هم حدوده مفتوحة حدود مفتوحة وشفناهم بعيننا يذبون الطماطة ويذبون البصل في الشارع يعني أول ما يزرع الكيلو بألف مثلا الحاجة نقول لما يريد يكمل ويريد يحصده ويريد ينزلها يلقاها بخمسمية لو 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 2750 طبعا خساره هو عليه كيمياوي وعلى الغيره وعلى هذا وعلى الغاز وعلى الامور كلها جدا ممتع الله يحفظكم ويربيكم تاجاتي وسلامي الله يعطيك الصحه والعافيه بيتر اهلا وسهلا بكم الله يحفظك بارك الله بيك عمي دايم 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 جزاك الله خير والله يعني شوفوا هسه احنا بمكان لا بيزرع لا بيزراعه بس هو يرتبط اسال من حكيت ويا الاخوه هنا وحكيت ويا ابو مروه استاذ وليد وكلهم هنا هذول هاي ناس تريد انه تشوف المصالح وين وصلت فنتاسف احنا كمواطنين نتاسف الله يساعد الفلاح اللي يشوف قاعه صايره تراب وصبخه وما يقدر يسوي شيء الله يساعد اللي ما عنده مي للثروه الحيوانيه اللي يمه هاي كارثه فلذلك انه بلد بيه نهرين ما بيه زراعه نستورد الطماطم ونستورد البصلة ونستورد الخيار من البلدان تجينا من بعيد الله يكون بعوننا والله تحياتي وسلامي لكل من شاهد هذه الحلقة هذه حلقة مؤلمة احنا الآن نذكركم بمواضيع يعني مواقف فكل الحب والتقدير لكم كل الحب والتقدير لكل من شاهد الحلقة كل الحب والتقدير لكل من تابعنا تقبلوا ودي واحترامي أنا أحمد ركابي والزملاء اللي رافقوني أكيد المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق أشوفكم خير وسلامة للقاء